تريني هون، في شغله بدي اخلصها بسرعه وبرجع ما رح اتاخر، بس انت اوعى تتركي محلك. بس المطرح مقفي وبخاف حدا يجي علي. اول درس لازم تتعلميه انه ما بعمرك تخافي من شيء. اللي مثلنا ما لازم يخافوا، ممنوع يخافوا. هاد هيدا خليه معك. شو هيدا؟ كمان ما بتعرفي السكين؟ لا كتير هالقد، ليكي انت شكلك رح توجعي لي راسي. اعطيني هالسكين وفلي من وجهي، جابيني وما بتعرفي شي من شي. اذا معي ما عم تقدري تقلعي، بدك تقلعي مع المعلم؟ طب خلص خلص، اعطيني السكين وبنطرك هون. قلتلك حلي عني، مش ناقصني وجعة راس اللي فيني مكفيني. بليز لا. بليز؟ قصدي اعملي معروف. رد يا جواد، رد. ألو، في احكي مع جواد بليز؟ جواد نايم، مين بريده؟ مين معي؟ أنت اللي طالبة، حضرتك مين؟ أنا فيوليت. مين يعني فيوليت؟ بس يوعى جواد، بتقولي له طنط فيوليت اتصلت فيك، إما لخطيبتك تمار، هو بيعرف شو بده يعمل. سوري طنط، أكيد رح أقول له، هلا صار لازم أسكر، جواد عايزني. مع الأساس نايم. باي. شو بكي؟ ليه مصدومي هاي؟ ماشي، ما في شي. مرحبا، تأخرت عليك شي؟ شوي، بس ما عليه، المهم جيتي، كنت خايف انك ما تجي. ما فيي ما اجي، انا اكتر منك بدي انه فستيك تفل من هالقرف، فما تخاف. هلأ المهم جبتوا المصاري؟ المبلغ كله موجود، وكرميتك كمان. هاي، فإذا بكرة من قبل الضو ما بتلاقينا إلا دقينا عليك الباب أنا وفستيك. رح تصير معك عطول، بس بدك تبقى تسمح لزوره، انت اوعى تجيبها. أنا بجي لعندها، خليها تنسينا. يا ريت أنت كمان بتساعدنا تتنسينا. ولو؟ ليش كل هالقسوة؟ كرمالك وكرمال، إذا ضلينا براسها ما رح تعرف تعيش معه، رح تعذبك كتير. فستيكي أنا مربيتها، ما حدا بيعرفها قد أنا، أكتر وحدة بعرفها. فصدقني مول اللي عم قلك عنه كرمال ما كنا. إذا هيك بتشوفي ما في مشكلة، عادل. تفضل سيسي.
هاي للأمانة. يسلم، شوفك بكرة. ولك روقي روقي، حش تصرخي. ما كان فيي احكيكي من قبل انه شو بدك يانا ننفضح؟ اخر همي اذا بتنفضحي ولا لا. انا بدي اطمن عنك كمان، ما بحق لي اطمن كثير هالقد تمار كثير. انا اعصابي ما بقى تحمل. ما فيي كفي هيك اصلا. الحق علي ان حكيتك من هلا وبالرايح. بخلي ناس من عنا من المركز انه يحكوكي. ايه بيكون احسن. ماما خلص ما بقى فيي طويل. سرقته. ما مين عم تحكي؟ مش مع حدا، هيك دقيت رقم تشوف اذا ماشي. بس نسرق تليفون أول شي منعمله هو إنه منطفيه ومنشيل الكارت منه طبعا ننفضح، وطبعا حدا يدقلنا ويعرف إنه نحن اللي سرقناه. ما قلتلك إني جديدة بالكار؟ أنت منك منا، بس أنا ما رح خبر حدا. بتعرفي ليه؟ ليه؟ لأني حاسة إنك رح تكوني شخص منيح إلي، رح تساعديني ما هيك؟ أكيد. رح تبلشي من هلأ. في قسم من المصريات اللي معي بدي خبيهم بمطرح أمين. أمين كتير ناخدهم على قصتك. مفضوحة يا جرسة، فعلاً إنك جرسة، بس رح تبقى يوما ما تقولي لي اسمك الحقيقي. خبريني كل شي حتى أقدر أعرف كيف بدي ساعدك وتساعديني. أوكي، مع إنه عارفة إنه هالشغلة رح تعمل لي مشاكل. ايه مش قد المشكل اللي رح اوقع فيه اذا عرف المعلم حقيقتك. شو؟ وحده بوحده؟ وحده بوحده. تمام تمام. ما حدا يقرب منها، ما حدا يأذيها. تمام ما حدا يأذيها. مار ما حدا يأذيها. انتبهوا مني ما يصير لها شيء. تمار انتبهي، رح يقوسوكي. انتبهي رح يقوسوكي. تمار انتبهي. تمار انتبهي رح يقوسوكي. جواد قوم. لا لا ما حدا يقرب عليها. ما حدا يقرب عليها. تمار جواد قوم. تمار وين صار لها شيء؟ حدا اذاها؟ هالقد بتحبها؟ كثير. مش لازم هي تكون محل اليوم؟ قاعده حدك ومعك؟ ما تقلي عندها شغل، انا كمان كان عندي شغل. وتركت كل شي تكون حدك، لأنه أنت بحاجة لحدا يكون معك واقف حدك كمان. لو ما كنت بعرف طبيعة شغلها، لو ما كنت مشتغل مثلها، كنت لمتها. إذا هي كانت مريضة وأنت كان عندك شغل، شو كنت عملت؟
مثلك. مساك. انت نفذت وعدك ونحن نفذنا وعدنا. هلا ما عليك الا تسكر تمك وما توشي. احسن ما نمحيك عن وجه الارض. فهمت علي ما هيك؟ شو بك بلعت لسانك؟ بدك ياني اسمع هيك حكي وما ابلع لساني؟ عفش شطور، خليك بلع لسانك احسن ما نبلعك يا نحنا. سوري مش قادر. قنفل رقصتي بس بعد بعملنا شي. ليش انت بيطلع من امرك شي؟ يلا قنفل خليك مفكر حالك بعدك رجال. احمد بلش تبكي بين ايدي مثل العاده. يلا قوم رح خبر المعلم. هلا شو بدك تخبر المعلم؟ انه مش طالع من امرك شي؟ روح عمي روح الله يخليك. اليوم سكرنا خلص شطبنا. فرجيكي يا صوصان خطرة الجاي جايبين لي دواء. مين جايب لك؟ المعلم؟ نعم. ولك إذا جايب لك شي المعلم جايب لك إخرتك. ولك شو بدك يوقف قلبك اختيار النحس؟ روح جد روح. وإذا بعرف إنك خبرت المعلم شي حط رأس ما رح أرص لك. لا 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 هلأ سكتنا وبخاطرك. ولك ريتك تهر وما حدا يلمك اختيار النحس. أنا بدي فل. خليك صار بأولا يا زلمة. خليكن أنتو أنا فيلو. رمزي شو قصتك رمزي؟ كل عمرك تقعد ساعات جوا ما ضيانت 10 دقايق. فيك تتركني فل؟ ايه فل؟ مين ماسكك؟ وبالاخر البنت بترجع على بيت اهلها وبتطلب منهم السماح. وسامحوها؟ اكيد. على فكرة هيدي القصة من أهم القصص العالمية. مام ليش سمحوها؟ لأنهم أهلها وبحبوها وهي اعترفت بغلطها فسمحوها على شرط أنه ما بقى تعيدها. طيب ليش البابا ما مسامح خاله؟ شش وطي صوتك هلا بيسمعنا بيك. طيب ما أنا اشتقت له كتير لخاله. خليه يرجع يجي لعنا مثل أيام زمان ويجيب لنا ألعاب. هو بيحبنا كتير وأنا بحبه كمان. وأنا بحبه أكتر بكتير. هيدا خيي. أنت قدي بتحب خيك وليد؟ كتير. ايه هيك انا بحبه لخاله جواد. فاذا وين المشكله؟ خليه يرجع يجي لعنا. يلا بكره عندكم مدرسه وصرتوا كتير اليوم صار لازم تناموا. مقصوف العمر ديك الحي ما رجع؟ بلا رجع وفات نام. عطيت الغلة لقلي حطيتها بجرور خزانتك. وحرزاني معلنا؟ منيحة. وانتي فلوا زبوناتك لليوم؟ الحمد لله. بس غريب. شو الغريب؟ رمزي. شو بو رمزي؟
أول مرة بيقطم عادي كبس كبس يومك يومك بيطلع له مرته نهار شو عرفك إنه مجوز وليه؟ قاعدة تمدي أحاديث جانبية مع زبونات؟ لا 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 يا معلم وحياتك لا بس عرفت من المحبس اللي وقع من جيبة بنطلونه ما هو اللي خبى إنه مجوز بخبى المحبس بس آخر مرة آخر مرة هو عم بيشلح بنطلونه وقع المحبس بس أنا ما أخذت وعطيت حتى سؤال ما سألت بس هيك استنتجت فكرت دخليك جيش الأرض متأخرت الغيب حاجته معه حاجة تبررين إنه ليه قصد تأخرت تأخر كتير كمان عفا الشطورة هيك بدي هيك خنوة بعدك هون لتشوفن أحسن من تمار تمار ما حدا قال لها أنا وصيت الشباب ما يقولوا لها وأنا كمان ما حدا قال لي بس اللي بيسأل عن التاني بيعرف أخباره سكان فاضي على وقته وإيه؟ اسم الله ما يقوم شغله مقتل بعضه لتقوم الكوين إليزابيث ومش عارفين بلا مسخرة قومي فلي مش حامل وجعة راس زين يا حبيبي ما كان قصدي ضايقك بعرفك إنك مارق بمرحلة صعبة كل اللي بدي إياه إني أبقى حدك ما بحق لي صرت قايلي خلص ما بقى تحكي بعدك بقعد على السكت وما أفتح تمي بولا كلمة خليني ضلني حدك واهتم فيك ونفذ لك كل طلباتك لوين بدك توصلي؟ مش لمطرح كذابة أنا شو عم بعمل غلط؟ عم ضلني حدك واهتم فيك هيدا المرسي اللي بستاهله؟ غنوة أنا مني ولد ومني ابن مبارح أنا خاطب ومن أول يوم فهمتك إن بحب لخطيبتي ورح نتجوز قريبا روحي شوفي حياتك أنا بعزك وبحترمك وما بدي إياك تضيع شبابك أنت ونطرتيني لأنك رح تنطري على الفاضي صرت 100 مرة قلت لك ما بدي منك شي ما بدي تتجوزني بس بدي إياك تضلك معي بس اتجوز ما تحلمي تشوفيني شو قصدك؟ أنا لطق الحنك وبس؟ يلي ما فيك تاخده من تمار قبل ما تتجوزه بتاخده مني وبس تتجوزه تلبطني؟ قدي بدك لتفهمي في شي مرة ضحكت عليك شي في شي مرة قلتلك اني بحبك في شي مرة قلتلك انه بدي ارتبط فيكي لا لكن ليش عم تبني قصور واحلام بالوهم؟ لاني بحبك بعد شوي رح نوصل ما بده وصيك ها بتعملي مثل ما قلت لك شو عم تعملي بتخبي الكارت بمطرح ما بيعرف فيه وبتقولي له انه هيدي المكنه انت سرقتيها وبتعطيها بينبسط منك بس هيدا حبته يكون لإلي اذا بدك تنامي عند المعلم بده يصير لإله والا برمي بارضك وفلي طب خلص خلص اوكي معك كاش؟ ايه بتعطيه هون كلهم اوكي مخففي لي هالاوكي احكي عربي وعربي اح كمان اوكي لك شو بعدنا حكيين هلا؟ لا لا يا انت بتسمعي من ديني وبتطلعي من الدين التانية لا فعلا انك جرسة برقبة كلب قولي حاضر قولي على عيني قولي بتأمر هودي الحكيات يعني ماشي يا عين عليكي ليه عم تجويني؟ لأنك لازم تكوني مجوية حبيبتي نحنا ما فينا نكون نضاف جويلي إيديك يا عمي ومنيح ما أنك شحطة بويا علي بويا؟ قصدك فيرني؟ إيه إيه هي والله صرت جاهزة مليون بالمية أنت بتنطري هون وبس صافر لك بتجي كون أنا زبطت لك وضعك معنا معلم قولك بتزبط؟ أحسن
مكسوب تجيش الارض اللي ما بيك عليها شيء. فهمتي ولا اوكي؟ ماشي على راسي. لا سريعه ما بك شيء. يا معلمنا. شو بدك؟ كان بدي اطلب منك طلب بس مش عارفه شو بدي اقول لك، انه مش عارفه كيف بدي افتح معك الموضوع. خير. رمزي. شو بو رمزي؟ ما بو شي، بس انا ما بقى بدي يجي لعندي. ايه ما عزوك بصير كل شي. خليني افسر لك وجهه نظري، انا مستعده اخذ محله 3 زبونات، بس هو لا. ليه بقى؟ ما بالميت بالنهار كنت تسالي عنه 3-4 مرات، شو عادة ما بدا؟ عم بهيني ويسمعني كلام مش منيح بحق اختك يا معلم. عم بهينك يا شريفة؟ عم بهينك؟ حبيبتي انت عم بتنامي معه مقابل فلوس، حتى لو ما فتحت امه بتكوني عم تنهيني يا اختي المعلم. وعم بيحكي عنك كمان. يقول اللي بده اياه، المهم الكاش. الزلمة دفيع وصار زبون دويم، اياك تهشليه، بقصف عمرك. ها مرحبا معلم. مرحبا سوسن. اهلا طل القمر. يا اهلا لك يا اهلا بالجيش العز والهنا. هودي المصريات كلهم يا معلم، فيك تفوت تعدل جوا على رواق، بس قبل بدي احكي معك كلمتين على جنب. صار في اسرار علي؟ ايه روحي من وجهي. قولي. مثل ما بتعرف يا معلم انه فستايكي رح تفل بكره، يعني نحن رح ننقص نفر. مزبوط مزبوط. انه فكرت بركي منجيب حدا محلك، انت شو رأيك يا معلم؟ بكرة بشوف كيف بدبر حدا. واذا قلت لك انه محسوبتك دبرت حدا بسرعة؟ تلميذك يا معلم، اليوم التقيت ببنت. ايه بس شو بنت؟ اشطر مني يا معلم وحياتك. سرقة سرور خلنش، ما بتقول سرقته من حدا، بتقول سرقته من الشركة نفسها. يمكن حقه شي 600 دولار مينيمو. لا ما وإن كانت فلتاني عني هيدي؟ أنت قلت كانت فلتاني وأنا لقيتها، ولك بتسرق كل سرقة بدها حلم الله، هيدا عدا الكاش اللي بتجمعهم. من وين جايبة كلها القوة؟ والجبري نظراتها بتشفق القلب، ولك إذا أنت كنت مارق بالشارع وشفتها بتشفق عليها وبتكب لها الخمسة. أنا؟ أبشك. إنه معنى الحكي، عم بعطيك أسوأ الاحتمالات. شو قلنا؟ جيبيها بكره نشوفها. ليش بكره؟ بيقولوا هيك شيء خير البل عاجله؟ والله والله والله، وبتقول شعر كمان. جيبيها نشوفها. ثواني وبتكون عندك. متفقة معها تجي على الإشارة. الو يا علاء، شو طمني كيف الوضع عندك؟ كله تمام سيدنا. تمار منيحة؟ كثير منيحة. تعال ليك علاء، خلوا عيونكم 10-10. ها وين هلا؟ مني اشعة. كيف يعني منك اشعة؟ فاتت بالزواريب ما قدرنا نلحقها لانه الزروب كتير ضيق، لحقناها ماشي بس رجعنا ضيعناها. بس ما تعطى الهم سيدنا، الشباب توزعوا الا ما نلاقيها. عملتها لك انت تمار، قلت لها ما تروحي تنامي عندهم من اول ليله، انطري لك يومين ثلاثه بعدين بتروحي. بس عبس يلي براسها بدها تعمله. ليك والله مصيبه علقتنا فيها هلا. ليك علاء، اول ما تلمحها لمحه لتمار بدي اقول لي، مفهوم؟ حاضر ما تعطي الهم. كان معها صبيه باول طلعتها. عم يضحكوا ويحكوا كل الوقت. شكلهم صاروا اصحاب، وبعدها اختفوا اثنيناتهم مثل ما قلت لك، راحوا على الوكل. طيب
خليك عم تراقبها كثير منيح، ومثل ما قلت لك قبل اول ما تلمحها بتدق لي. اوكي اول ما عارف شيء دغري بحكيك. هلا المهم طمني صحتك كيف سيدنا؟ هلا شو بدك فيي؟ اهتم بشغلك وبعدين بنحكي. يلا يعطيكم العافية. شو في جواد؟ شو في هالصريخ؟ ما في شيء. ضليتك تعملت اللي براسك. أنا بفرجيك رح بحرمك من القضية وعطيك عقوبة لأني خلفت أوامري. تنشوف إخرتها معك لوين رح توصلنا. اشتقت لك رمزي ومو المعروف تعا. أنا بحبك، بحبك كتير. ما تتركني وحدة. أول مرة بحياتي بحب حدا. أول مرة بحياتي بحس إنه عندي مشاعر، مني بس مكنة بلا إحساس. تعا وشيلني من هالقرف. أنت خلاصي الوحيد. غير هيك رح ضل كل حياتي هون، بآخرتي رح تصير مثل عزيزة، عايشة بالذل، خرفانة، مجوية، مسحوقة، مظلومة. والله شيء حلو كتير، يعني شيء أرفع من هيك ما بقى يصير. من وين شفتي هذا يا حلوة؟ من ست زوات. مرة كانت حملته بإيدها، شفطته وقبعت بالركض. وما توخذني يا معلم، أنا بعجبك سريعة بالركض. إيه؟ ومشان هيك سموها فرنينة، لأنها بتغزل مثل الفرنينة. فرنينة؟ ايه فرنينة. وشي بضمن لي هلا انك ما تتركينا مثل ما تركتي المعلم الاولاني وتروحي عند معلم تاني؟ وما زالها شاطرة هالقد، ليه بده يشحطها؟ قصة طويلة كتير يا معلم، ببقى بخبرك اياها بعدين على رواق. هلا المهم خلي هالمعترة تفوت ترتاح، لانه هلكت من الصبح عم تشتغل على اجريها. كنت نايمه حدك، ومن بكره بتنام محل فستيكي. لك الله يخلي لنا اياك يا معلم. كلك ذوق يا معلم، الله يخلي لنا اياك. شو بعد في؟ وين معقول يكون راح هيدا هلا؟ معقول فلو تركني؟ يا أهلا. بعرفك على فرنينة، بنت جديدة معنا بالمصلحة. بيكون شي؟
بعرفك أنا شيء؟ أنا؟ يمكن تكون شايفني على الطريق عم بشحت. لا لا، أنا أكيد أنت مش بنته للدكتور رزق. ليش عندي باي بالأول تيكون دكتور؟ يخلق من الشبه 40 يا خواجة. مظبوط. تفضلوا فوتوا، ما توقفوا على الباب، فوتوا لنحكي. أول ما بتشوفوها بتجيبوا لي إياها لهون، نحن مش عم نلعب. هيدي أوامر وحضرتها خلفت الأوامر، عم تستغل إني خطيبة. تعال يلا شوفوا شغلكم. شو في غنوة؟ معقول راسك جواد؟ أنا بترك شغلي كرمالكم حدك، وأنت هيك بتحمل حالك وبتفل ولا حتى بتقلي؟ ما حدا قالك لتجي، ليش بدي لك لتروحي؟ أنت عزمتي حالك فتحملي العواقب لوحدك. بس مش عم تقسى علي شوي جواد؟ بلكي بتفهمي بالذوق بس مالها يا. لكي غنوة صبرت عليك كتير، بس هلأ لا صحتي ولا أعصابي بيسمحولي. فالله يرضى عليك، تركيني بحالي لأني مش ناقصك. جربت بالمنيح ما كنت تفهمي. فما تلوميني إذا كنت قاسي، جربت كل الطرق بس ما في شي نفع. هلأ سكر الخط لأنه عندي شغل لفوق راسي. يلا مسح دموعك. اشتقلك انا كمان، بس بكره بتنسى. خلص مثل ما اتفقنا ما بقى بدنا دموع. اوكي رح يصير عندك العاب وتاب جديد ورفقات جديد، رح تنامي على فرشي، رح تتغطي، ما بقى رح تسقعي، رح تاكلي وتشبعي. بديك تعرفي انه انا بحبك كتير كتير. رح يجي يوم واجي اخدك من هون نعيش انا وياك بقصر. بوعدك انت بتعرفي لما تجشت الارض بتوعد يعني بتوفي. بس لسه بدها شوية وقت، من هلأ لوقتها تكون انت صرت بنت الخواجة انور شرعية. يمكن مصرياته كلها يحطها باسمك ما حدا بيعرف، وانت الوحيدة اللي رح تقدر تطلعينا من هالجاية. اسمعي، فكر مالي ضحي شوي، اصبري وطولي بالك لأنه النتيجة رح تكون لصالحنا. عم تفهمي؟ عايديني بوت. هيك مفكرتني بلا قلب. ما تزعلي مني، بس أنا مفكرتك هيك همين. بس أنا مني بلا قلب، بس هيك بتبيني. قصد بتخبى برا القسوة بركي بيمشي حالي، بس على الحالتين مش مرتاحة. كنت مفكرة حالي عايشة بالخطر. تاري حضرتك عايشة بالخطر أكتر مني. أصلاً أنا عايشة لحتى خاطر، لأنه بس خاطري في احتمال أنه تموتي. ما فهمت، بتحبي تموتي؟ اللي مثل الحياة لقالوا خسارة، والموت هو الربح. أوقات بقول يا ريت بموت بركي برتاح، بروح على مطرح أحلى، بس برجع بقول لا، لازم ضل عايشة لأنه في ناس عايزيني. في فستايكي، حربوق، فركوح، تايجر،
ولا انت؟ انا متفاجئة، ما كنت عارفة بنت بعمرك بتفكر بهالطريقة. حسيتك ختيارة قدامي مع اني اكبر منك. عيشي مع المعلم نهار واحد تعرفي ليش انا ختيارة. في جواتك سر كبير انا حاسة فيه، معذبك وموجعك وخليك تصيري قاسية. سر؟ قولي اسرار. إذا حبيتي شي مرة تحكي وتفش خلقك أنا حاضرة. في درس كمان لازم تتعلميه تحفظي راسك. شو هو؟ ما توثقي حتى بخيالك، لأن أوقات بيمشي وراكي وأوقات بيمشي قدامك وأوقات بيختفي وبيتركك. أنا إذا بدي فش خلقي لا بحكي ولا بخبر، بفعله بس، وما في غير شغلة واحدة بهالحياة بتفش اللي خلقي. شو هي؟ ان اقتل المعلم. Happy birthday to you.